من أول من عين هذا النسل الخبيث في المناصب العليا؟ الطاغية الثالث عثمان بن عفان. عين رئيس الوزراء مروان بن الحكم اللعين بن اللعين، ودار الزمان فتولى مروان الخلافة عندهم، صار أمير المؤمنين رضي الله عنه مروان بن الحكم، ثم أبناؤه عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك، وهلما جرى السلالة. هنيئا لكم يا مسلمين، السلالة التي لعنها رسول الله صلى الله عليه وآله صاروا في سدة الحكم، وصارت طاعتهم في الفقه البكر البائس واجبة لأنهم أولو الأمر.